أهلا وسهلا بالجميع الموجودين معنا، أهلا وسهلا فيكم جميعا، أهلا بكم. آية معنا أنت؟ موجودة، يعطيكم العافية جميعا. هلا أنا بدي الله أسلم يعافيك. وين بشرى؟ ما رحبناش في بشرى، وينها؟ السلام عليكم، هيني موجودة. أهلا أستاذ هلا حاتم، كيف هلا الحال؟ هلا مهندسة، كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام، كويسة؟ الحمد لله، والله تمام ممتاز. كيف الحال؟ هلا أنا بسلم القيادة لآية، وتفضل آية المايك لك. أهلا وسهلا. تمام، أول شيء أنا عندي يعطيكم العافية جميعاً، بحب أرحب بكل واحد موجود معنا لليوم، إن شاء الله إنها تكون هاي ورشة جميلة طبعاً بوجودكم وجود الجميع. زي ما نحن عودناكم كل سبت عم نعمل موضوع جديد، عم بنقدم لكم شيء جديد، عم نروح مجالات مختلفة، مواضيع متنوعة لحتى الكل يتعلم ويستفيد. أول شيء قبل ما نبلش بحب أعطيكم هيك تعريف بسيط للي ما حضروا معنا من قبل. أنا اسمي آية، مسؤولة عن نظام شؤون الموظفين والرواتب في برنامج الحناوي سوفتوير، وماسكة فرع الأردن من الشركة. طبعاً الشركة تأسست من 98 في الإمارات، وموجودين معنا اليوم عدة أشخاص، كل واحد رح يحكي عن موضوع شيق وجميل. أول شخص رح يبلش معنا هو الدكتور رياض. طبعاً مدة الورشة حتكون ساعتين، ورح يكون أكيد في شهادات، بس تأكدوا كتير ضروري تضلكم لآخر الوقت لحتى أبعت الرابط وكل حدا يعبي معلومات الرابط لحتى تحصلوا على الشهادة. خليني أعطي نبذة بسيطة عن دكتور رياض قبل ما يبلش معانا بموضوعنا لليوم. طبعاً أبعد عنك شيء 10 دقائق، ربع ساعة. ما في مشكلة، أوكي برجع لك. ما في مشكلة، تفضل. تمام، طبعاً دكتور رياض ما شاء الله عنده بكالوريوس تخصص علم الحاسوب، وعنده كمان ماجستير ودكتوراه بزنس إدارة أعمال، وعنده عدة شهادات وتم تكريمه من عدة أماكن متنوعة. هو مطور كمان لعدة أنظمة وبرامج، وكمان حاصل على عدة جوائز، ومدقق أنظمة أمن معلومات معتمد. واليوم رح يحكي لنا عن موضوع كتير جميل وشيق اللي هو الـ IFRS 9، فإن شاء الله إنه الكل يستفيد. وأهلا وسهلا دكتور رياض، تقدر تبلش، المايك عندك. أهلا وسهلا بالجميع، يسعد مساكم وصباحكم وكل أوقاتكم. شكرا جزيلا لأخونا حاتم وأختنا آية ومجموعة الحناوي، شركة الحناوي. طبعا لنا الشرف نلتقي بزملائنا من كل أنحاء الوطن العربي، واليوم إن شاء الله إنه نقدم شيء اللي يعني يفيد الجميع. نحن رح اليوم نتحدث عن اللي هو المعيار الدولي للتقارير المالية 9، اللي هو يعني كان معضلة تقريبا للتطبيق، وكان في كثير تشالنجز وتحديات في موضوع التطبيق، لأنه هذا المعيار مينلي بدأ بسنة تحضيراته بسنة 2019، عفوا بال 2009 اللي هو بعد الأزمة المالية العالمية، واستمر إعداد هذا المعيار لغاية لا طلع بصورته النهائية بسنة 2014. فيعني شغل تقريبا 5 سنوات اشتغلت عليه لجنة المعايير الدولية أو مجلس المعايير الدولي وبازل، لجنة بازل للتنظيمية لشؤون المصارف. وطبعا هذا المعيار حل محل المعيار الاس 39. طبعا حكينا انه هذا المعيار يعني تم استحداثه والتفكير فيه ومناقشته بشكل كثير مستفيض ما بين الجهات ذات العلاقه اللي هو مجلس المعايير ولجنه بازل، على اساس نطلع بشيء اللي يعالج المشاكل اللي كانت قائمه. طبعا المشاكل اللي كانت قائمه في ظل تطبيق الاس 39 اللي هي كان عندنا الفريم ورك تاع تطبيق المعيار، هو فريم ورك معقد شوي، كان صراحة الفريمورك يسمح بعملية الويندو دريسنج وبالتالي تزيين البيانات المالية وخداع للي طبعا اللي بيقصد خداع المستثمرين والستيك هولدرز
وبالتالي المعيار إجا بمعيار أبسط في موضوع التصنيف وكفريمورك وحد من عملية الويندوز ريستنج اللي كانت ظاهرة في أثناء تطبيق الـ IS 39. في كمان طبعا كان في too much optionality، بينما يعني كان في خيارات كثيرة لتطبيق المعيار 39، وبالتالي زي ما حكينا كان يسمح في موضوع الويندو دريسنج وتغيير الانتنشن من الاستثمار في الأدوات المالية. ممكن الواحد يكون عنده محفظة أسهم مثلا للمتاجرة يحولها بسهولة للاستثمار، أو إشي للاستثمار يتحول بسهولة للمتاجرة، وبالتالي ما كان في آلية واضحة نظراً لتعدد الأوبشنز اللي كان يعطيها المعيار الـ IS 39. اليوم صفى عنا في عنا لا في عنا limitations على موضوع الكلاسيفيكيشن والريكلاسيفيكيشن، وكان ارتبط الموضوع في إشي اسمه business model، راح نشوف هلا شو يعني business model. وطبعا الجزء الرئيسي من وراء تطوير المعيار كان بهدف انه ما كانت المخصصات التي تؤخذ على الأدوات المالية وبالذات في موضوع الديون والأكاونتس ريسيفابلز ما كانت كافية، وكان يتم الاعتراف فيها بشكل متأخر. الكل بيعرف انه في موضوع عملية أخذ المخصصات، ويمكن هاي البراكتس يعني المفروض انها يعني انتهت، ولكن في بعض المؤسسات لغاية اليوم عمالهم كانوا ولا زالوا يأخذوا المخصصات المالية بناء على التقادم او الديت ايجينج اللي هو التقادم عمر الدين او استحقاقات الديون. فمثلا اذا كان بعد استحقاق الدين مثلا لغاية 30 يوم ممكن ياخذ نسبة معينة، من 30 ل 60 ياخذ نسبة اكبر شوي، فبالتالي it's too little and too late يمكن وصفها. بينما اليوم بالبراكتس اللي فرضها المعيار 9 انه اليوم انت from day one مجرد انت ما تصدر الاداء المالية او تمنح القرض او تعطي الكريدت immediately المفروض ان انت تقوم باحتساب مخصصات لتقابل الخسائر المخاطر التي قد يتضمنها هذه الفاينانشال انسترومنت او اداه الدين هاي او الاداه الماليه او العقد المالي. وبالمقابل عكس هذا المخصص مباشره على قائمه الارباح والخسائر وبالتالي على البالانس شيت. طبعا اخوان فيل فري انه تسالوا في اي لحظه، لانه الموضوع يعني الوقت قليل جدا، هو نص ساعة، ولكن الموضوع كبير، وإذا في مجال إنه في حد بحب يستفسر ياريت أول بأول ما راكم في نهاية السيشن أي مجال إنه نرجع نفتح الباب للاستفسارات. طبعا حسب البنية التشكيلية لمعيار 9 اليوم في عنا ثلاث أجزاء رئيسية من معيار 9. الجزء الأول بتعلق mainly في موضوع اللي هو موضوع اللي هو العملية الكلاسيفيكيشن والمجرمنت، وهذا بتعلق في موضوع اللي هو تصنيف أدوات أو العقود المالية أو أدوات الدين. وطبعاً زي ما حكينا صار في عنا limitations، طريقة أسهل و three options mainly فقط في موضوع التصنيف، راح نستعرضهم بشكل سريع. الجزء الثاني بيتعلق في موضوع الimpairment وموضوع الـ expected credit losses، وهو احتساب المخصصات وفقاً لمنهجية المعيار 9. طبعاً احتساب المخصصات اليوم يعني معيار 9 95% منه هو credit risk management، هو إدارة مخاطر الإئمان rather than accounting, simple accounting مثل البراكتس القديمة. وبالتالي اليوم طبعاً العملية الإمبيرمنت أو الإكسبكتد كريديت لوسز كانت في تواصل دائم وبتنسيق دائم مع لجنة بازل، وطبعاً هو الكور تاعه هو دايناميك ريسك مانجمنت، من اللي كريديت ريسك مانجمنت، وجزء منه أكاونتينج اللي هو 5% اللي احنا حكينا فيها، والجزء الثالث بتعلق في عملية الهيج أكاونتينج، عملية التحوط، محاسبة التحوط. طبعاً نفترض يعني بشكل سريع نستعرض إيش هي
الثلاث أصناف الرئيسية اللي إحنا بنصنف عليهم والمعادلات أو اللوجيك من وراء هذا التصنيف. في عنا الصنف الأول اللي هو الأمورتايزد كوست، والصنف الثاني اللي هو الفير فاليو ثرو بروفيت أند لوس، والصنف الثالث هو فير فاليو ثرو أذر كومبريهنسيف إنكم. طبعا أي أداة دين بنمررها على هذا اللوجيك وبيتبين إن أنو تصنيف لازم تكون. طبعا هذا الوضوح في عملية التصنيف هو فرضها اللي هو الRFS 9 على أساس إنه يتمكن أو تتمكن الorganization من معالجة هاي الأمور في إطارين. الإطار الأول اللي هو البزنس موديل تاع المؤسسة، والأمر الثاني بيتعلق في موضوع المعالجة المالية والمحاسبية وأخذ المخصصات اللازمة وعكسها على البالانس شيت. البيزنس موديل ايش هو؟ حسب تعريف الـ IS 24 هو بيزنس موديل is determined by the entity's key management personnel، وهو اللي هو نموذج العمل، استراتيجيتنا لمدة 3 سنوات لقدام، كيف آلية العمل تاعتنا، شو بدنا نستثمر، شو بدنا ندخل بمشاريع، شو الأهداف الاستراتيجية تاعتنا، كيف بدنا to interpret the strategic objectives goals into tactics and annual operation plans. هذا هو البزنس موديل. والمعيار 9 مين لي فرض قيود كبيرة على موضوع اللي هو التعديل البزنس موديل. مش بسهولة انه الشخص او المؤسسة انها تقرر تغيير البزنس موديل الا اذا طبعا قدمت جستيفيكيشن للريجوليترز من وراء هذا البزنس موديل، او لانه في خطر كبير عماله يعني زي ماكرو ايكونوميك فاكتور او ماكرو ليفل ريسك بتهدد قطاعات معينه. هون بيكون في طبعا الاساس هو اصلا الميتيجيشن للريسك في موضوع المعيار 9، وبالتالي الاستجابه للمخاطر راح تكون بطريقه اسرع وافضل وبمنهجيه افضل كمان. على طبعا موضوع اللي هو البيزنس موديل، how to assess the business model، في عندنا مجموعه عناصر طبعا بياخذها الريجوليترز، و it should be well understood من قبل المنظمات والمؤسسات والorganizations. طبعا فيما يتعلق في موضوع اللي هو how to assess the validity تاعت البيزنس موديل، اول شيء اللي هو residual category versus positive definition، change in circumstances اللي هي ال context سواء external أو internal، relevant information related to the industry وال activities تاعت ال organization as well، وطبعا في عنا ال performance evaluation and reporting can we can depend in order to assess the business model as well as risks and risk management. وحكينا إنه المعيار 9 هو بالأساس إجا على أساس موضوع اللي هو to mitigate the risks، وبالتالي الاستجابة للمخاطر راح تكون بشكل أفضل. remuneration as well، في عنا ال items managed together، portfolio segmentation، ال micro economic factor assessment as well، ممكن يغير البزنس موديل، ممكن ال collection cash flows وال relevance of sales as well تتأثر وتؤثر في موضوع الأسسمنت تاع البيزنس موديل. زي ما حكينا البيزنس موديل هي استراتيجيتي أنا كأورجانيزيشن لمدة 3 سنوات القادمة، وطبعا هذا راح يظهر فيها شو الانفستمنت، شو الشغلات اللي أنا راح أخذها مثلا كفاينانشال انسترومنتس من ناحية انفستمنت، من ناحية تريدينج، وبالتالي تغيير الانتنشن لهذا موضوع الـ فيما يتعلق في موضوع البيزنس موديل ما راح يكون بالأمر السهل إلا إذا فعلا في justification قوي يتعلق في اللي هي العناصر اللي هون اللي احنا شايفينها اللي بتتعلق في موضوع الاسسمنت للبزنس موديل، وطبعا بقناعة اللي هو الريجوليتر لازم يكون في قناعة. وعملية الاسسمنت للبزنس موديل ما راح تكون frequently دائما موجودة، لانه هذا ينم الاربيتريشن هذا او عملية الاسسمنت المتكررة طبعا تدل على عدم استقرار المنظمة، وبالتالي هذا شيء سلبي وليس شيء ايجابي. طبعا الابروتش الجديد تاع معيار 9
هو انه راح الطريقه القديمه اللي هي الانكرد كريديت لاسز موديل، وبالتالي زي ما حكينا اتس تو ليتل تو ليت. في عندنا مجرد ما يتم حدوث التعثر بيتم احتساب عدد ايام التي مرت على ايام التعثر او على عمليه التعثر، ومن هون بنبدا ناخذ عمليه المخصصات الماليه، بنبدأ نأخذ المخصصات المالية بشكل تدريجي لنوصل لمثلا مرحلة اللي هي المستحقات التي تزيد عن 180 يوم، هاي بنأخذ عليها 100%. بينما اليوم It's expected credit losses اعتبارا من 1/1/2018، طبعا تطبيق المعيار ملزم ل 1/1/2018، وبالتالي الاكسبكتد كريديت موديل بيفرض عمليه اخذ المخصصات مجرد ما بدانا في الكونتراكت او بدانا في الفاينانشال انسترومنت او منحنا القرض. اليوم لازم نحن نتعرف على المخصصات الماليه ونعكسها على الارباح، على قائمه الارباح والخسائر. طبعا هذا التطبيق في عندنا كثير تشالنجز فرضها على الاورجانيزيشنز، ومن ضمن هاي اهم التشالنجز اللي هي موضوع المحاسبه الضريبيه وموضوع التعامل مع الضريبه، لانه يعني الانظمه الضريبيه الموجوده اليوم في على مستوى الوطن العربي كلها يعني الا طبعا بعض الدول استجابت لعمل التعديلات المناسبه، اعتقد مثل السعوديه والامارات، بينما معظم الدول لم يتم تعديل النظام الضريبي بحيث انه يتعامل مع المعيار 9 وتبعات تطبيقه في المؤسسات. وبالتالي اذا ما كانت المؤسسه منتبهه بشكل جيد في موضوع المحاسبه الضريبيه وفتح الحساب الوسيط ومتابعه الامور، راح يصفي الاثر ضخم جدا على هاي المؤسسات من ناحيه اللي هي تاكسيشن ريسك. في عندنا طبعا راح نحكي على موضوع اللي هو الـ 3 general approach للـ IFRS 9. الـ general approach طبعا في عنا بداية الاعتراف أو الـ first recognition للدين أو للأداة الدين أو الأداة المالية، راح يكون في stage 1. stage 1 طبعا لها معايير محددة في عملية احتساب المخصصات. نحن بناخذ عملية اللي هي المخصصات على معدل تعثر 12 شهر لقدام، وبالتالي الاكسبكتيشن عملية التنبؤ بالتعثر لمدة 12 شهر هو الأساس. طبعا اللي هي الجروس كارينج اماونت اللي هي الافكتيف انترست ريت اون جروس كارينج اماونت، والجروس كارينج اماونت اللي هي تتضمن الفوائد على غير راس المال. في عندك راس المال والفوائد بالاضافه لانه البروبابيليتي اوف ديفولت بتكون لمده 12 شهر لاهيد لقدام، تنبؤ لمده 12 شهر. والستيج 2 بتعلق في انه اذا صار عندنا اي ديتريوريشن او اي تدني في جوده الائتمان، راح يتم طبعا تحويل الاحتساب من ستيج 1 لستيج 2، وهذا يتطلب انه البروبابيليتي اوف ديفولت اللي هي توقع التعثر راح يكون على مدى عمر الانسترومنت او على مدى عمر القرض او الدين، وبالتالي راح تزيد عمليه او حجم المخصصات. او طبعا في عندنا اللي هو موضوع ال 30 days، حتى لو ظلت مثلا جودة الائتمان يعني ما كان في تريجرينج للكريدت كواليتي فاكتورز، مجرد ما عدينا 30 يوم اوتوماتيكلي لازم ينتقل لستيج 2، as well as في عندي تريجرينج اكشن اللي هو في 90 دايز بروح لستيج 3. طبعا الفرق ما بين ستيج 2 وستيج 3 انه هون احنا ما بنحكي على الجروس كارينج اماونت، مش على الدين والفوائد البرنسبل زائد انترست، هون بنحكي بس على البرنسبل اللي هو الامورتايزد كوست للانسترومنت نفسه. وطبعا الحلو بموضوع المعيار 9 انه مش مجرد انه ما تم تصنيف الاداه في احدى هاي الستيجز، اذا كان في عندي تحسن في جوده الائتمان او في بوادر للتحسن من خلال ممكن انه الدين يتحول من ستيج 3 لستيج 2 من ستيج 2
لستيج 1 and vice versa إذا كان في deterioration لجودة الائتمان أو معدلات التعثر. طبعا هذا الكلام نحن بنحكي فيه نظري، هلا راح نشوف كيف عملي كان في تحديات كبيرة. طبعا الـ interpretation and implementation issues للمعيار 9 هو في عنا يجب الاعتماد على الهيستوريكال انفورميشن لبناء الموديلينج، وناخذ بعين الاعتبار الماكرو ايكونوميك فاكتور والمايكرو ايكونوميك فاكتور as well as عمليه الستريس تيستينج والسيناريو اناليسز بالاضافه للفورورد لوكينج انفورميشن، واخذ 3 سيناريوز نحسب البيست سيناريو والورست سيناريو والموست لايكلي سيناريو ان اوردر تو ايدنتيفاي او نشوف اللي هي الاثر في عمليه حجم المخصصات. الفاكتورز او الانديكيتورز فور تشينج اوف ديفولت، طبعا في عندنا كثير، هذا بيعتمد على نفس اللي هو الموديلنج اللي راح ينبنى لعمليه الكريدت ديفولت للمؤسسه. طبعا كل كريدت ديفولت بيعتمد كليا على الكاركترستكس تاعت نفس الاورجانيزيشن نفسها، وبالتالي الموديل اللي بيصلح لبنك اكس ما بيصلح لبنك واي، الموديل اللي بيصلح ل organization A ما بيصلح لـ organization Y. طبعاً إحنا ما بعرف إذا ذكرنا من بداية اللقاء ولا لا إنه الـ RFS9 is mandatory، هو إجباري التطبيق على كل المؤسسات المالية اللي هم البنوك والمايكروفاينانس والليسينج والمؤسسات التي تتعامل بالـ accounts receivable أو بالكريدت tools، بالإضافة لكل الليستد اورجانيزيشنز، كل اللي هي الشركات الليستد في البورصه او في سوق المال يجب ان تخضع لموضوع اللي هو الار اف اس 9 وتتعامل فيه. طبعا الكريدت فاكتورينج في عندك عمليه او عده فاكتورز ممكن ياثروا في موضوع اللي هو الكريدت، خلينا نحكي ام الكريدت كواليتي تبعت الانسترومنتس، منها ايش بتعلق في الاوبريتنج ريزلتس، ايش بتعلق في البيزنس فاينانشال. مسموع شباب؟ مسموع دكتور. تمام. ايش بتعلق في الريجولاتوري اكونوميك اند تكنولوجيكال انفايرمنت، ايش بيتعلق في اذر فاكتورز وي كان اسس ان ذا موديلنج. طيب ايش التشالنجز اللي فرضها تطبيق معيار 9 على المؤسسات؟ اول تشالنج حكينا فيه ومش مذكور بهاي السلايد اللي هو موضوع التاكسيشن، موضوع الضريبه. الموضوع الضريبه اذا ما انتبهت المؤسسه اللي بدها تطبق معيار 9 على اليه المحاسبه الضريبيه راح تتكبد خسائر كبيره في هذا المجال وراح يصفي عندها مشاكل كثيره. الامبلمنتيشن او التشالنج الثاني اللي انفرض اللي هو ما عندنا ماتوريتي ديو تو ليك اوف بريبريشن. احنا في العالم العربي اعتقد يعني ندره من الدول اللي بدات بالتحضير لتطبيق المعيار، معظم الدول استنت لغايه بدايات 2018 او نهايه 2017 وبلشت تحكي في الموضوع، بالرغم انه هذا زي ما حكينا هو معيار تم تطويره على مده 5 سنوات بين اخذ ورد، وطلع منه اكثر من فيرجن، وكان في بازل 2 بازل كوميتي تاعت البانكينج داخله بالموضوع بشكل كبير، لانه هذا كريدت ريسك مانجمنت مينلي وله علاقه بالكابيتال اديكوسي وكفايه راس المال للمؤسسات الماليه والمصرفيه. في عندنا طبعا عمليه انه ما كان فيها التحضير كثير صفى انه المؤسسات لازم تلتزم بهذا المعيار، وبالتالي لجأوا لمنظمات مثل البيج فور مثلا للتطبيق وعلى عجل، وبالتالي صفى عندي الهاي كوست اوف امبلمنتيشن كبيره جدا. انا يعني بعرف مؤسسات ماليه كلفها اكسل شيت ما يقارب الربع مليون دولار، 250 الف دولار لاكسل شيت انهم يحسبوا شيء very initial و very خلينا نحكي low profile implementation من خلال Excel sheet. It's not dynamic, it can't be controlled, لا inputs ولا outputs controllable, no audit logs, fish engine للprocessing ما في عنا، كثير أمور فيها، وبالتالي
اضطرت المؤسسات والبنوك انهم يروحوا لهالمؤسسات وياخذوا تولز بسيطه وبمبالغ باهظه، وبالتالي صف عندي انا تشالنج كبير لهذا الموضوع. في عندنا الامبيجوتي ان امبلمنتيشن ليدنج تو ماني اوبستكلز اند ريسكس. في عندنا بعض طبعا المعيار بنص على انه كل مؤسسه بدها تطبق هذا المعيار يجب ان يكون لديها نظام ريتنج انجن داخلي. هذا النظام الريتنج انجن يجب ان يستند للمعلومات المخاطر ويرتكز لمعلومات المخاطر اللي بتتعلق في البورتفوليو تاعت الكاستمر، واي تغيير في الكريدت ريتنج او الكريدت كواليتي تبعت اي كاستمر should be justified. وهذا الحكي غير قائم في معظم المؤسسات التي طبقت هذا المعيار في أيامنا، لأنه ما في كريدت ريتنج، الكل بيعتمد على ستاندرد أند بورز وموديز والكريدت ريتنج انجنز الخارجي. وهي طبعا اتس بلاك بوكس، ما بتقدر انت تحط سياستك الخاصه فيك ولا تعكس الخصوصيه تاعتك انت كمؤسسه في هذا الـ في هاي الموديلنج. وبرضه كمان زي ما حكينا هي مكلفه، وبالتالي عمليه الامبيجوتي عدم الوضوح في التطبيق ادى لكثير من المشاكل، وانه احنا بس نطلع على الاكسل شيتس للجهة ونستقبل النتائج بدون معرفة what is the change. طبعا هذا الحكي أدى لأنه يكون في عندنا burdensome costs for the organization، يعني زادت حجم المخصصات بشكل كبير. وبالتالي ليش؟ لأنه يعني هو الوضع الطبيعي أنه إذا أنا بروح باتجاه تقييم وأطبق Know Your Customer KYC Policy وأطبق Rating Engine وأقيس المخاطر بشكل دقيق على الكاستمر استعوني، المفروض أنه يكون عندي Very Sensitive Information، وهذا رح يؤدي إلى تقليل المخصصات وبالتالي تقليل الكلفة على المؤسسات، الكلفة التشغيلية. وبالتالي هذا الحكي ما كان مضبوط. ليش؟ لأنه معظم المؤسسات تعاملت زي ما حكينا بإكسل شيت وعملية التعامل ببورتفوليوز، وهذا أدى أنه أنت إذا بتتعامل بشكل بورتفوليو أي deterioration على مستوى one instrument في هذه البورتفوليو راح تحكيسها على مستوى البورتفوليو، وهذا معناها مخصصات عالية جداً. هذا أدى لكثير مشاكل واندماجات، تحضير الاندماجات والآخره. طبعاً في complexity and no means of self-dependency، هذا كل الحكي اللي حكيناه طبعاً راح يؤدي إنه ولا مؤسسة راح تكون قادرة إنها تبني فريق خاص فيها بيفهم بهذا الموضوع ويعمل sophistication وتعديلات وتحسينات في البزنس موديل وآليات قياس جديدة، وبالتالي إنه يكون في عندي self dependency عن الشركات اللي بتزود بهاي الخدمات، وبالتالي أخفف الكوست عن حالي وأبني الموديل اللي بيليق فيها أو بشكل فعلا اللي هو عملية الـ identity والكاركتر تاعتي أنا كorganization. طبعاً إحنا هاي الأوبستكلز كلها نحن يعني زي ما تفضلت الأخت آية، إحنا في Go Global طبعاً إحنا الحمد لله قدرنا إنه نوفر حلول عملية وتكنولوجية كثير مرتبة، وبعناها ل يعني تم تجريبها من قبل بنوك ومايكروفاينانس institutions عندنا هون بفلسطين، والحمد لله كانت النتائج كثير قوية. وطبعا في ناس كانوا موجودين مع البيج فور مثل الاي واي، طبعا انسحبوا من عند البيج فور واجوا لعنا واخذوا هاي السوليوشن وقدروا انهم يحلوا كل التشالنجز اللي احنا ذكرناها فيما سبق. طبعا شكرا جزيلا للجميع. وطبعا احنا بالعاده في عندنا ريسك مانجمنت جروب موجوده، راح نعطيها للاخت آية على اساس اللي بحب ينضم للريسك مانجمنت جروب على مستوى اقليمي على مستوى الوطن العربي ككل، راح نبعته للاخت آية وهي شي ويل شير معاكم. وطبعا في شغلات محاضرات متخصصه عن الانظمه وعن البرامج والحلول لتقديم الحلول في معيار في موضوع المعيار 9. احنا you are most welcome to join us at any time. Thank you so much. يعطيك العافية دكتور رياض، يعطيك العافية على هاي المعلومات المفيدة والجميلة، شكرا كثير. وأكيد إن شاء الله يعني إذا حد عنده أي استفسارات أي أسئلة بقدر تسألون قبل ما ننتقل للفقرة اللي بعدها.
إن شاء الله. تفضلوا إذا في أي أسئلة نحن جاهزين للجواب إن شاء الله. يعطيك العافية. ننتقل للفقرة اللي بعدها معانا. حياك الله أستاذ حاتم. أهلا. معانا مهندسة مميزة تخصصها هندسة عمارة ومباني، طبعا هي أخذت بكالوريوس من جامعة الإمارات بامتياز ما شاء الله، وعندها ماجستير في كمان هندسة المباني والعمارة من إيطاليا. فخلينا نشوف اليوم مع بعض شو علاقة أو شو الريليشن ما بين تكنولوجيا المعلومات والآي تي وما بين هندسة المباني. خلينا نشوفها من ناحية نظرية وعملية مع المهندسة بشرة. السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. شكرا مهندسة آية، شكرا أستاذ حاتم، وأهلا بجميع الحضور. مهندسة آية بس شايف الشاشة؟ واضحة واضحة إن شاء الله. اليوم رح أتحدث عن ربط تكنولوجيا المعلومات بهندسة المباني اللي بسموها بالإنجليزي BIM أو Building Information Modeling. أول إشي رح أحكي عن شو هي هندسة المباني، وبعدين رح أشرح لكم شو علاقة هندسة المباني والعمارة بتكنولوجيا المعلومات، وشو هي العملية التصميم عملية التصميم التقليدية اللي مستخدموها حالياً بالشركات، وكيف ممكن ننتقل لعملية أجدد وأحدث اللي هي عملية نمذجة معلومات البناء اللي هي Building Information Modeling. كيف ممكن نربط تكنولوجيا المعلومات بعملية التصميم التقليدية عشان نحسن من هاي العملية ونخليها مميزة أكثر. أول شيء رح أشرح شو هي هندسة المباني. هندسة المباني هي حلقة وصل بين هندسة العمارة والتخطيط، الهندسة المدنية والإنشائية، والهندسة الكهربائية والميكانيكية. إحنا بدنا ندمج بين كل هاي الهندسات عشان نحقق هندسة، عشان نحقق أهداف معينة. بدنا نحقق بنية مستدامة، بدنا نحقق هندسة داخلية عملية مناسبة لليوزر، مناسبة للناس القاعدين جوا المبنى، ومناسبة للأشخاص اللي رح يستخدموا المبنى. لذلك لازم نعمل هندسة خدمات في المبنى، نحط الكهرباء بطريقة صحيحة، نحط الهندسة الدكتات بطريقة صحيحة، نأسس التهوية والتكييف بطريقة صحيحة، وبنستفيد من جميع هذه العلوم عشان نلاقي تصميم معماري مناسب وفق معايير الاستدامة والمعايير الأخرى اللي بتخصصها الدول والمعايير الدولية. هندسة المباني، إحنا بدنا نتعامل مع الجوانب التكنولوجية الحديثة اللي قاعدة بتطلع حالياً ونحطها داخل المبنى عشان نساعد بناء وتشغيل المبنى. هلا في اشياء ما بنقدر نبعدهم عن بعض. هندسه المباني والنظم عشان تساعدنا بالتشييد وبناء مبنى مستدام، هذول الاشياء لازم ندمجهم مع بعض عشان يعطونا مبنى مستدام. كيف يعني مبنى مستدام؟ يعني مبنى بحافظ على الطاقه، مبنى بعطينا تدفئه او تهويه، مبنى بيساعدنا على تكييف الهواء والحمايه من الحرائق والصوتيات برضه. وهي كله برضه بيعتمد على الفانكشن تبعت المبنى. اذا احنا قاعدين بنصمم فيلا، قاعدين بنصمم مول، قاعدين بنصمم اوديتوريوم، كل هاي السيستمز بتختلف حسب الفانكشن تبع المبنى تبعنا. فلذلك لازم ندمج بين الميكانيكال اكويبمنت، الكتريكال اكويبمنت، الاستراكشرال اكويبمنت، ونعمل لهم كوست اناليسيس حسب الفانكشن تبعت المبنى تبعنا عشان نحقق مبنى مستدام. قاعد بحكي مبنى مستدام، شو يعني مبنى مستدام او مبنى فعال؟ مبنى مستدام هو عباره عن مبنى بيستخدم جميع الانظمه اللي احنا حاليا بنشوفها بالمبنى، مثل انظمه التهويه، انظمه التكييف، الاضواء، بس بيستخدمهم بطريقه مستدامه، يعني بطريقه توفير طاقه، بطريقه انه ما تزعج اليوزر، ما تزعجه من ناحيه صحيه جسديه، من ناحيه اقتصاديه، وبرضه ما تزعج المالك وتزعج المهندسين اللي قاعدين بيصمموا المبنى. كيف ممكن نعمل مبنى فعال او مستدام؟ مثلا احنا قاعدين بكلايمتس معظم الكلايمتس اللي احنا موجودين فيها كلايمتس حاره، فلذلك لازم احنا نلاقي طريقه انه نحسن من عزل المبنى، انه ما يدخل حراره عنا على المبنى. كيف ممكن نعمل هيك؟ ممكن نعمل زراعه اسطح بحيث انه نحط على المباني من فوق شجر او نباتات عشان تساعد بعزل الاسطح، تساعد من تقليل انتقال الحراره من برا من الخارج الى داخل. ممكن نعمل نظام تهوية آلي عشان برضو نساعد اقتصادياً بتوفير الطاقة. كيف ممكن نحط نظام تهوية آلي؟ إنه ممكن يكون لما يكون في عنا functional building فقط من الساعة 8 للساعة 6، إحنا بدنا نخلي المكيفات تشتغل فقط من الساعة 8 للساعة 6، غير هيك المكيفات لازم تكون مسكرة عشان نوفر من استهلاك الطاقة. وهذا الإشي بنواجهه حالياً كتير بالمباني التقليدية. بالمباني التقليدية بنلاقي حالنا ضاويين ضواو بدون هدف، مشغلين المكيفات بدون هدف، بدون حاجة لتشغيل المكيفات، ومرات بنضطر نشغل المكيفات. ليش؟ لأنه
لأنه المبنى مو معزول، المبنى بضلوا يدخل حرارة حتى لو الشبابيك مسكرة، حتى لو الدنيا ليل، لأن المبنى غير معزول بطريقة صحيحة. لذلك لازم نعمل دمج بين جميع هالأشياء ونخليها تشتغل مع بعض عشان نقلل من استهلاك الطاقة داخل المبنى. شو علاقة هندسة المباني بتكنولوجيا المعلومات؟ هندسة المباني تعتبر من الهندسات اللي بتجمع بين جميع أنواع الهندسة وبتساعد بربط جميع أنواع الهندسة داخل المبنى. يعني هي basically management، لازم نعمل management لكل أنواع الهندسة، العمارة، الهندسة الميكانيكية، هندسة الكهرباء، هندسة الهندسة المدنية، لازم نعمل جميع دمج بين جميع أنواع الهندسة ونربطهم مع بعض عشان نعمل سيستم قابل على الاستدامة وتحقيق مبنى مستدام ومبنى فعال. مثل شو الأجهزة الموجودة بالمبنى؟ في عنا أجهزة الأمن، في عنا أجهزة الكاميرات، أجهزة الإضاءة، أجهزة الحريق، أجهزة التهوية. إحنا لازم نخترع سنترال سيستم معين إنه يدمج بين جميع هاي الأنظمة ويخليها تشتغل حسب ما اليوزر قاعد بيشتغل. وشو النظام التقليدي المستخدم حاليا في التصميم؟ انا حكيت عن السيستم بعد ما يسكن عن المبنى بعد ما يسكن فيه اليوزر. هلا قبل ما يسكن فيه اليوزر الشركات بتواجه مشاكل كتير كبيره بعمليه النظام التقليديه. لما المهندسين يقعدوا يبنوا المبنى، لما المهندسين يقعدوا يصمموا المبنى، احنا بنواجه كتير مشاكل. ليش بنواجه كتير مشاكل؟ اول شيء احنا بالبدايه قبل مرحله التصميم بنقعد مع المالك بنحكي له شو حابب يعمل بالمبنى، بنشوف شو لازم، شو أفكاره، وبناخدها وبنطبقها على أرض الواقع. هلأ أول فقرة بتيجي إنه المهندس المعماري بيقعد مع المالك، بتفهم معه، بيخلص أموره مع المهندس المعماري، بيروح عند المهندس المدني، بيقعدوا يتفهم مع بعض وين يحطوا الأعمدة والجسور والقواعد الإنشائية عشان تحقق الستركتشرال ستابيليتي تبعت المبنى. بعد هاي الخطوة على طول بيكون ناخذ موافقات من البلدية، إنه موافقات مبدئية فقط عن الكهرباء والصرف الصحي والمياه. هاي الخطوات ما بتكون integrated مع بعض، إنه فقط بناخذ موافقات مبدئية. إمتى بتبلش الانتجريشن؟ إمتى ببلشوا هدول السيستمز يدخلوا مع بعض؟ فقط بمرحلة البناء أو قبل مرحلة البناء بفترة بسيطة جدا. هاي الإشي كتير غلط، بحقق لنا مشاكل كتير خلال الموقع. خلال الموقع ممكن نكتشف إنه مهندس الكهرباء حط رسم مخططات، وبعدين بعد ما رسم مخططاته رحنا نبنيها بالموقع، لقينا المهندس المدني رافع العواميد والدكتات داخله بعواميد المهندس الانشائي. لذلك هاي لازم احنا نعمل دمج من البدايه ونخلي انكوربوريشن وانتجريشن بين كل الشركات وكل الجهات اللي داخله بالمباني من قبل عمليه التصميم او بالمرحله التصميم، بعمليه التصميم المرحله المبدئيه، مش بعد ما ندخل نروح على الموقع ونبلش شغل وبعدين نكتشف هاي الاغلاط. هاي الاغلاط بترتب عليها كتير اشياء. شو التحديات الشائعة اللي بتواجهها الشركات؟ مثل شو ممكن يكون إحنا عنا تحديات والترتبات بتصير على هذا الموضوع؟ أول إشي بصير عنا poorly defined objectives. شو يعني poorly defined objectives؟ يعني الأهداف اللي إحنا كنا حاطينها بالبداية وبدنا نمشي عليها لم تتحقق. كيف يعني؟ يعني مثلاً إحنا كنا حاطين إنه بدنا نخلص مشروعنا خلال سنتين، بس هذا فعلياً ما حيصير. ليش؟ لأنه أنتم مو عاملين integration من البداية، مو عارفين كيف المهندس الكهرباء رح يشتغل، مو عارفين كيف مهندس الميكانيك يشتغل، مو عارفين كل هاي الفئات الجهات المختصة رح تشتغل، والصعوبة والتعقيدات بتزيد أكتر كل ما زاد الكومبلكسيتي تبع المشروع، كل ما زاد كبر المشروع، كل ما زادت التعقيدات بالمشروع بتزيد عنا الكومبلكسيتيز وبتزيد عنا المشاكل. في عنا بصير مشكلة تانية اللي هي budget constraints. خلال عملية البناء، خلال عملية المشروع طبيعي إنه إحنا نواجه مشاكل، طبيعي إنه إحنا يصير عنا design changes، يعني تغييرات تصير بعملية التصميم. هلأ إحنا لما نيجي نتفق على تصميم مع بالبداية ممكن تطرأ تغييرات من ناحية المالك، يجي يحكي إنه هو حابب يغير إشي بالمشروع، ممكن تطرأ تغييرات من حيث المشاكل اللي واجهناها فجأة ما كنا متوقعينها نشوفها بالموقع. واجهنا مشاكل أدت إلى تغييرات، أدت بذلك إلى زيادة البجت. هاي الأشياء إحنا لازم نكون حاطينها ببالنا من البداية. كيف حاطينها ببالنا؟ في عنا إشي اسمه Risk Assessment Plan، لازم نعمل Risk Management، لازم نكون حاطين بلان معين للمخاطر اللي ممكن تصير ونحط لها بيرسنت معين. يعني نحكي انه احنا 5% لازم نزيدها عشان رح يصير عندنا هاي الريسك، ولازم نحلل الريسكس بيست اون الكلايمنت، المكان اللي احنا موجودين فيه ممكن الجو كتير حار خلال الظهر يصير فالعمال يضطروا يوقفوا، بلذلك يتاخر توقيت المشروع. فاحنا لازم نحط ريسك اسسمنت بلان ونزيد على اساس هالبجت او نقلل على اساس هالبجت حسب الريسك تبعتنا.
تايم مانجمنت برضو لازم نكون حاطين ببالنا تايم مخصص ونكون مركزين عليه من البداية وعاملين سكيدجولينج لبداية من بداية المشروع لنهايته. لكل خطوة بتصير لازم نكون عارفين هاي الخطوة راح تاخذ منا 10 أيام، هاي الخطوة راح تاخذ منا 6 أشهر، هاي الخطوة راح تاخذ منا 20 يوم. كل هاي الأشياء لازم نحطها ونرتبها ونعمل سكيدجولينج للمشروع من البداية عشان ما نواجه أخطار إحنا مش متوقعينها بعدين. Hazard management مثل ما حكيت من قبل لازم نلاقي خطة نواجه فيها المخاطر اللي ممكن تصير، سواء مخاطر جوية مثل ممكن مطر إذا إحنا ببلد بمطر فيها كتير، ممكن مخاطر من الحكومة إنه تأخيرات من البلدية ممكن تصير ناخد موافقات بطريقة متأخرة لسبب ما، مثل ما صار في عنا هلأ كورونا مثلا، فإحنا هلأ الشركات إذا قاعدين بيعملوا project أو إيش لازم يكونوا حاطين ببالهم إنه ممكن يصير تأخير بهاي الفترة لأن الدولة رح توقف تحركاتها. هاي الأشياء برضو لازم إحنا نكون حاطينها ببالنا بعين الاعتبار حسب الوقت وحسب الزمن وحسب الكلايمت اللي عنا. التحديات الشائعة اللي واجهتها الشركات أدت لكثير أشياء، وفي دراسات قاعدة بتحكي لنا إنه في ثلث المشاريع صار عندها profit أقل من اللي كانوا حاطينه بسبب الديزاين changes. يعني ثلث المشاريع اللي عم تنبني حالياً بتخسر أو حتى ما بتاخد profit من المشاريع. ليش؟ لأنه ما كان في عندهم correct assessment من البداية، ما كان عندهم correct analysis، ما كان عندهم correct risk management، ما كان عندهم خطة محددة يمشوا عليها، فبذلك بيؤدي كتير لخسائر بالشركات، وشركات كتير بتخسر وبتوقع وما بتقدر تكمل بسبب هاي الأغلاط اللي بتصير. وفي من لذلك لازم إحنا نستخدم طريقة الدمج، طريقة الانتجريشن من البداية عشان نخفف من هاي المشاكل والتحديات اللي بتصير. 84% من الناس اللي حكوا إنهم استخدموا البي آي إم أو طريقة الدمج الحديثة بيحكوا إنه هاي الطريقة أدت لتقليل الريورك بروسس. شو يعني الريورك بروسس؟ يعني إنه يكون اشتغلوا إشي بالموقع بعدين يكتشفوا فيه غلط يهدوا ويشتغلوا مرة تانية. هاي الأشياء أشياء كتير بتصير، ولما يستخدموا طريقة الدمج بيكتشفوا هاي الأخطاء قبل ما يبدوا بناء أصلا، بيكتشفوا إنه هاي الأخطاء ممكن تصير لما يدمجوا بين كل الفئات الموجودة، بيكتشفوا إنه هاي الأخطاء ممكن تصير ولذلك بيصححوا هاي الأخطاء قبل ما يروحوا على الموقع أصلا. وكمان بحكوا لكم دراسة تانية إنه 2.5% من 10,000 مشروع فقط هم البروجكتات اللي خلصوا بحدود الوقت اللي حددوا، يعني باقي 98% الباقيين من المشاريع ما خلصوا بالوقت المطلوب. يعني حكوا إنهم بدهم يخلصوا بسنتين بس فعليا خلصوا بخمس سنين ست سنين حسب تعقيد المشروع. لذلك لازم إحنا نكون عاملين من البداية خطة مبنية وخطة مؤسسة وخطة صحيحة إنه نمشي عليها. مين ممكن يتحمل الأخطاء اللي بتصير بالموقع؟ إذا صار عندنا تحديات وواجهنا أخطاء وواجهنا مشاكل، مين بده يتحمل هاي الأخطاء؟ في ممكن أمثلة، رح أعطيكم أمثلة يعني من مشاريع رحت عليها، شو التحديات شفناها خلال مرحلة التنفيذ. هون بهاي الصورة كان في مالك بده يبني، محددين إحنا معه من البداية إنه بدنا نحط الإلكتريكال روم اللي هي غرفة الكهرباء بهذا الموقع بالسايت. لما جينا نحط هاي الإلكتريكال روم وحفرنا عملنا الإكسكافيشن، حفرنا تقريباً 10 متر، لقينا بايب، لقينا خط صرف صحي. هلأ بهاي الحالة مستحيل نقدر نحط الإلكتريكال روم هون. ليش؟ لأنها ممكن تأثر على مباني تانية، ما بنقدر نحرك خط الصرف الصحي، رح تأثر على جميع المباني الموجودة بهذا المنطقة بهذا الموقع. مش بس المبنى نفسه، المباني المتأثرة رح تكون مباني جنبه، ممكن تكون منطقة كاملة حسب كبر الصرف الصحي، خط الصرف الصحي. لذلك خط غرفة الكهرباء مستحيل تنبنى بهذا المكان. فرحنا جينا بدنا نحكي مع المالك، نحكي له بدنا لازم نغير المكان. المالك ما قبل، المالك مصر انه يحط غرفة الكهرباء هون. بهاي الحالة المقاول يا اما بيرد على المالك وبتحمل الـ الاشياء اللي رح تصير بعدين، وبعدين بحط غرفة الكهرباء هون وبتحمل ممكن تصير عليه محاكم، ممكن تصير عليه قصص ومشاكل، أو ما بسمع المالك وبتحاول يتحاور معه وبغير مكان غرفة الكهرباء. وهذا فعلا اللي صار، المقاول لازم يحكي مع المالك، حكي مع المالك واتفقوا مع بعض انهم يغيروا بالآخر مكان غرفة الكهرباء، لأنه غير هيك رح يصير عندهم زيادة تكاليف بعدين، زيادة political issues رح يصير معهم، وهالأشياء رح تأثر على المنطقة كاملة. فلذلك ما بصير غير انه يتحاور مع المالك ويغير مكانها. هلأ المشكلة مو هون، المشكلة انه كان لازم من البداية يصير في integration ويقرأ وين مكان خطوط الصرف الصحي، ويتواصلوا مع شركات الصرف الصحي وين أماكن التمديد وأماكن وصول الخطوط عشان من البداية ما يضطروا
يحطوا ويوافقوا على غرفة الكهرباء بهذا المكان. من التحديات الأخرى اللي واجهناها خلال مرحلة البناء، مرحلة التنفيذ، مخططات المهندس المدني كانت جاهزة، اللي هي الأعمدة والجسور والقواعد. وبعدين جينا على، وهي دائما هي أول إشي بطلع بالمبنى، أول إشي بنخلص العواميد والقواعد والجسور، هاي أول إشي طلع بالمبنى. بعدين أو بعد ما تقريبا قربنا نخلص المشروع وإجا وقت تمديد دكتات التكييف، اكتشفوا أن المهندس الكهرباء حاطط دكت التكييف بدخل بعمود أو بدخل بجسر. فبهاي الحالة رح بنقدر نحل هاي المشكلة، أنه بنقدر نحلها، بس أنه رح تزيد عندنا تكاليف. ليش؟ لازم يضطر يحرك مكان التكييف، يزيد دكتات أكتر، يجيب دكت أكبر أنه يوصله ويلفه حوالي العمود عشان ما يدخل بالعمود. فهاي الأشياء أدت لريوركينج يصير خلال المشروع، وهذا الإشي أدى لكوست تشينجز وزيادة تكاليف. وبعدين بصير في عنا مشاكل بين المالك وبين المقاول، إنه مين بده يتحمل هاي التكاليف. وبرضو المقاول الباطن، مقاول الكهرباء، مقاول البناء، بصير بينهم مشاكل إنه لا، أنتوا لازم تتحملوا التكاليف. هلا هاي المشاكل كلها بتنحل إذا بدينا بعملية التصميم عن طريق الدمج. هاي جراف ممكن يوضح لنا إنه كيف الفرق بين عملية التصميم التقليدية التصميم عن طريق الدمج. هلا اذا بنقدر نشوف الخط الاخضر هو عمليه التصميم عن طريق الدمج، والخط الاسود هو عمليه التصميم عن طريق التصميم التقليديه. هلا عمليه التصميم التقليديه most of the effect والكوست بصير عندنا بالconstruction process، يعني خلال مرحله البناء بصير عندنا effort اكثر وcost changes اكثر، لانه احنا من البدايه مش عاملين تصميم بطريقه صحيحه. اما بالBIM workflow اللي هي عمليه الدمج، من البدايه بمرحله الديزاين، مرحله التصميم المبدئيه، بنكون حاطين ببالنا انه رح ناخذ احنا effort اكثر ورح نحط effort اكثر، بس بعدين الكوست عندنا بيقل. لما نمشي للمراحل الثانية الكوست عندنا رح يقل، ما رح نتغلب كتير، لأنه إحنا من البداية عاملين دمج وعاملين ديتيل ديزاين، وعارفين إنه رح يصير معنا هاي المشاكل، وعارفين كيف نتعامل معها لما نوصل للموقع. أنا رح أحكي عن مدرجة معلومات المباني اللي هي Building Information Modeling. كيف بدنا نعمل طريقة الدمجها؟ كيف بدنا نحققها؟ شو السيستم اللي قاعدين بيشتغلوا عليه حالياً؟ أو شو السيستم اللي عم بيحاولوا يوصلوا له عشان يحققوا طريقة الدمج؟ سيستم اسمه Building Information Modeling. Building يعني تصميم مخططات المبنى. Information يعني تكون برسم بياني بوضح كل خطوة من خطوات البناء المشروع والتعديل والتحسين مع كل أصحاب المصلحة. Modeling يعني إحنا بدنا نرسم خطة ثلاثية الأبعاد، نعمل مبنى افتراضي، مبنى قبل ما نوصل الموقع، نفرجيه للمالك، نفرجيه إنه مبناك هيك رح يكون شكله، موافق؟ عشان إذا وافق عليه إحنا نكمل شغل. أول إشي إرضاء المالك، ثاني إشي أو العميل يعني حسب المشروع. تاني إشي إحنا نفسنا للمهندسين لازم نكون عارفين كيف رح يكون المبنى شكله، كيف السيستمز رح تمشي مع بعض، كيف رح يكون شكل الدكتات، كيف رح يكون شكل الأعمدة، كيف رح يكون شكل خطوط الصرف الصحي، كيف رح يكون شكل خطوط الكهرباء، كلها مع بعض كيف رح تمشي بالمشروع رح نشوفه قبل ما نروح على الموقع. رح نصمم المشروع، نعمل شكله افتراضيا يعني على كمبيوترات وعلى أجهزة أو على softwares معينة عشان نقدر نعرف ونواجه التحديات اللي راح تصير بالمبنى. مراحل تطور BIM. هلا شو المراحل اللي عم تمشي فيها الشركات؟ اول إشي كانوا بادين زمان، كانوا بادين بليفل زيرو. ليفل زيرو اللي هم كانوا يستخدموا بس الكاد بروجرامز. الكاد بروجرامز حتى كانت بس مجرد بروجرامز بترسم خطوط، بترسم بتحط بيانات بطريقه جدا مبدئيه، بس مجرد انه توصل الفكره للمالك. وحتى كانوا يرسموهم على ايديهم، يعني يا دوب كانوا لسه مبلشين يستخدموا الكاد بروجرامز، كانوا يرسموهم على ايديهم، بعدين يحطوا المخططات فوق بعض ويبلشوا يرسموا فوق المخططات ويروحوا على الموقع ويستخدموا هاي المخططات عشان يقدروا يبنوا المبنى. هلا هاي الخطه كانت ممكن تمشي بالمشاريع الصغيره، ممكن تمشي بالمشاريع اللي جدا ليميتد يعني، بس المشاريع اللي فيها كومبلكسيتي او المشاريع الكبيره والمعقده هذا الشيء بيطلع لنا كثير مشاكل، وخاصه اللي فيها فانكشنز مثلا نحكي مدرسه، مثل هوسبيتال، فيها فانكشنز معقده، فيها ايمرجنسي، لازم نحط emergency plans، لازم نحط fire alarms، لازم نحط smoke alarms، لازم نحط أنظمة معقدة جدا ولازم تمشي كلها مع بعض. فهاي levels اللي هي level 1 و level 0 إنه نستخدم مجرد 2D programs إنها نستخدمها وبعدين نروح على الموقع نبني على أساسها ما بتمشي حاليا بالوقت الحالي، مع زيادة التعقيد ومع زيادة التطور وزيادة متطلبات الملاك هاي البرامج ما بتمشي حاليا إننا نروح نبني فيها. شو البرامج اللي مستخدمة حاليا؟
برامج المستخدمة حالياً موجودة تحت إطار الـ BIM. الـ BIM اللي هي البرامج اللي بتدمج بين الـ Architecture, Structure, Fire, Building Services وحتى الجسور إذا في موجود عندنا جسور. هلأ هاي البرامج كلها بتشتغل على Central Model واحد. جميع المهندسين, جميع الفئات كلهم مربوطين بالـ Central Model هاي, وفي عندنا Workflow Process بمشوا على أساسها, وأي تغيير بصير بالبرنامج بوصل عند الجهة التالية. بتشوف الجهة التالية إنه صار هذا التغيير, وهل هالتغيير رح يأثر على شغلي أم لا. إذا رح يأثر على شغلي بقدر أبعت كومنت, بقدر أتواصل مع المهندس من البداية قبل ما أوصل الموقع, من البداية مرحلة التصميم ممكن نحل هاي المشكلة, نلاقي لها حل يقلل لنا مشاكل بعدين لما نروح على الموقع. وهاي التايم لاين اللي صار بتطور عملية البي اي ام. أول إشي كان في برنامج اسمه برونتو اللي هو الفيرست كوميرشال ايدد بروجرام سوفتوير. كان برنامج بسيط جدا بيساعدنا بالرسم على الكمبيوتر. بعدين بدوا يستخدموا برامج مثل سكتش باد واوتوكاد, وبرامج اللي هي فيها جرافيكال يوزر انترفيس يعني بترسم لك 2 دي دروينجز, وبلشت تصير فيها 3 دي دروينجز. بس البرامج الحديثة اللي هي حاليا موجوده مثل ريفت ونافيس وركس حاليا بدت من عام 2000 بدوا يستخدموها, وفي دول حاليا بتلزم المشاريع الكبيره او الاكبر من مساحه معينه تستخدم هاي التطبيقات. البي اي ام اور مودرن ديزاين بروسيس. البي اي ام ديزاين بروسيس حق مثل ما حكينا هي انتجريشن بروسيس. اول شيء بتعمل ديزاين للمبنى, بعدين بتروح تبني المبنى, بتشوف كيف بصير الاوبريشن داخل المبنى, وبتعمل مينتيننس للمبنى. هاي حركه اتس سايكل, يعني ما اتس نون ستوب بروسيس, مو مثل التصاميم الحاليه. التصاميم الحاليه ببني بتصمم المبنى, ببنوا المبنى بيخلصوا, ما حدا بيعرف شو اللي صار بالمبنى, ما حدا بيعرف شو الديموليشن بروسيس, ما حدا بيعرف الاوبريشن والمينتيننس. يعني بعد ما تنتهي حياه المبنى كيف احنا رح نعمل ريسايكلينج للمواد الموجودة بالمبنى؟ هل رح تروح على الويست؟ هل رح نعملها ريسايكلينج؟ شو حنعمل فيها؟ شو طريقة الديسبوزل؟ كل هاي الأشياء إحنا من بداية المبنى من الصفر لنهاية عمره لازم نكون مراقبينها. وخلال الأوبريشن تبعت اليوزرز لازم نكون مراقبينها, لازم نشوف كيف حركة اليوزرز داخل المبنى, هل السيستمز اللي إحنا صممناها بتمشي مع حركة اليوزرز اللي إحنا كنا متخيلينها ولا لا. إذا لا, لازم نعدل السيستم عشان تصير تتناسب مع حركة اليوزرز وعشان تحقق توفير طاقة ونعمل مبنى فعال ومستدام. طريقة تسلسل العمل. هلا طريقة تسلسل العمل بالبي اي ام اللي هي الورك فلو بروسيس. الورك فلو بروسيس بيكون عندنا ورك شيرينج, في عندنا سنترال موديل, في عندنا ورك سيتس. الورك سيتس هاي بتشتغل عليها تيم ممبرز, كل واحد عنده لوكال موديل. في عندنا ممكن يكون 4 لوكال مودلز, 5 لوكال مودلز حسب المشروع وحسب كبر الشركه وحسب الفئات الموجوده. ممكن يكون في عندنا فئه المهندسين الكهرباء, فئه شركه للميكانيك, فئه شركه للمانجمنت, فئه شركه للمقاولين. كل هدول لازم يكونوا موصولين على سنترال موديل واحدة وبيشتغلوا على نفس المشروع وبيصمموا نفس المشروع من البداية. هلا شو البي اي ام سوفتويرز الموجودة حاليا؟ اول من ابسط البي اي ام سوفتويرز اللي هو اول تقريبا من اوائل السوفتويرز اللي طلعوا اللي هو سكتش اب. وسكتش اب هو حاليا مشروع بي اي ام سوفتوير مستخدم لحد الان, وله بلجنز. هو مينلي اتس 3 دي موديلنج سوفتوير, وله بلجنز ممكن نستخدمها معه عشان تساعدنا نعمل اناليسز مثل اي اس في اي, انرجي بلس, ترانسيس. هدول كلهم سوفتويرز بيساعدونا نعمل اناليسز للمبنى مثل انرجي اناليسز, نشوف كيف الديلايت بدخل على المبنى, نشوف كيف الحرارة بتنتقل بالمبنى, نشوف كيف طريقة تحرك الهواء بالمبنى. برامج مثل هاي بتساعدنا نحلل المبنى قبل ما نروح الموقع. البرنامج اللي بعده اللي هو أركيكاد صار له بلوجينز أكتر حتى, وصار له شركات تتعامل معه بطريقة أكتر ومعقد أكتر. واللي هو حالياً أكتر إشي مستخدم آخر واحد فيهم اللي هو ريفت بتعامل مع جميع البلوجينز. أغلب البلوجينز اللي بتتعامل مع البي آي إم سوفتويرز, وأغلب المهندسين بيقدروا يشتغلوا عليه لأنه له تمبلتس من جميع الفئات المستهدفة. له تمبلت للميكانيكال إنجينيرينج, له تمبلت للستركتشرال إنجينيرينج, له تمبلت للأركيتكتشرال إنجينيرينج. لذلك الشركات حالياً خاصة بدبي وأبو ظبي عم بيستخدموا عشان يصمموا المباني. استخدام برامج البي اي ام, في عنا البي اي ام من بداية مرحلة التصميم لآخر مرحلة التصميم في عنا برضو خطوات, مش مجرد خطوة واحدة. أول واحدة في عنا بريفينج يعني إنه مجرد نجمع معلومات عن المشروع, نجمع معلومات عن الموظفين, نجمع معلومات عن المبنى, الكلايمت تبعت المبنى, يعني سايت أناليسس, نجمع معلومات اللي بنحتاجها عشان نبني المبنى. في برامج مثل IDEATE, BIM Link, New Forma بتعمل جميع هاي الأشياء.
بعدين برنامج اللي الخطوة اللي بعدها اللي actual design process اللي هو ممكن نستخدم فيها Revit architecture إذا كان مهندس إنشاء مهندس معماري، ممكن نستخدم فيها Revit structure إذا كان مهندس إنشائي، أو AutoCAD civil إذا كان برضو مهندس إنشائي. Revit MEP برضو يستخدم للمهندسين الميكانيكيين، كل واحد بيستخدم البرنامج اللي بيناسبه عشان يحقق تصميمه وبعدين ندمجهم مع بعض. بعدين الخطوة الثالثة اللي هي الأنالايز، لازم نعمل أنالايز للتصميم اللي عملناه سواء كان تصميم إنشائي معماري ميكانيكي، لازم نعمل أناليسز لهذا التصميم. كيف نعمل أناليسز؟ ممكن نستخدم برامج مثل Autodesk Green Building Studio، ممكن نستخدم ISVE EQuest، ممكن نستخدم Energy Plus، جميعها برامج ممكن تساعدنا عشان نعمل أناليسز specifically Energy Analysis. المانجمنت برضو بنحتاج برامج تعملنا مانجمنت، في عنا مايكروسوفت اوفيس بروجكت، في عنا بريمافيرا، جميع هاي البرامج بتعمل سكيدجولينج وتايم مانجمنت، انه بتحكي لنا المبنى قديش رح ياخذ وقت لما ينبنى. كيف بنعمل هذا الاشي؟ احنا بنتوقع حسب خبرتنا وبنحدد تايم لكل ستيب، يعني مرحله القواعد رح تاخذ منا شهر، مرحله صب الاسقف رح تاخذ منا شهرين، مرحله صب القواعد صب الاساسات او الجسور رح تاخذ منها هالقد. فاحنا بناء على هذا الشيء بنخلي بنبرمج البرنامج انه يحقق يحكي لنا قديش المشروع راح ياخذ منا وقت. بعدين الفاينل ستيب اللي هي الريفيو، بعد ما عملنا كل هاي الاشياء بنحطهم مع بعض وبنقعد مع بعض وبنشوف اذا راح يصير عندنا مشاكل وكيف ممكن نحل هاي المشاكل، ونعمل ريفيو للديزاين بروسيس كلها، جميع هاي الخطوات قبل ما نروح على الموقع. وهاي هي البروسيس تبعت الدمج اللي حاليا عم تنتقل لها الشركات والدول عم بتشجع عليها، حتى في ستاندردز حاليا عم تطلع انه بتلزم الشركات انه يستخدموا هاي البروسيس. رح احكي عن جميع هاي البرامج وشو برامج التصميم اللي ممكن تستخدم. في عنا ريفت أركيكاد مثل ما انتم شايفين بيعطينا ديزاين الترناتيفز، على اليمين موجود زي بروجرام، هذا البروجرام هو ريفت أركيكاد، بيعطينا زي تصاميم عده تصاميم ممكن نعرضها على المالك ونحكي له انه هاي التصاميم الموجوده اللي بتنفع وبتناسب متطلباتك وبتناسب الشغل اللي احنا رح نشتغل عليه، وبنقعد نتفاهم معه وبنوصل للطريقه الامثل او البروسيس اللي هو حاببها. وبرضو هذا البرنامج ليش هو متطور او بعطينا شغل احسن من الاوتوكاد مثلا او ال 2D programs؟ لانه بيطلع لنا بلانز، بيطلع لنا ديتيلز، بيطلع لنا elevations كلها موجوده بنفس البروجرامز وكلها بتشتغل مع بعض. مجرد اي تغيير بتعمله بالبلان او بالرسمه الطابق الارضي على طول رح يتغير عندك برسمه الواجهه او برسمه الاليفيشن، او بروح بوصل للمهندس الانشائي ببين له انه هو تغير هذا التصميم فبيغير هو تصميمه على أساسه. وهاي سامبل، هاي examples من Revit designs اللي كنا شغالين عليها بالمشاريع. برضو هاي برنامج اللي هو Revit اللي هو شغالين عليه عشان يعطينا تصاميم مبدئية قبل نفرجيها للمالك قبل ما ننتقل للمشروع. مثل ما أنتم شايفين بعطينا تصور خيالي لكيف طريق لل 3D model أو المبنى الافتراضي قبل ما نروح على الموقع، برضو عشان يساعدنا إحنا عشان نتخيل، وبرضو يبسط المالك ويحسسه إنه كيف شكل المبنى راح يطلع قبل ما يوصل على الموقع. برامج التحليل الاناليسيس بروجرامز اللي هي مثل ISVE EQuest Green Building Studio Energy Plus، هذول الصورتين اللي انا حطهم من ISVE. اول صوره على اليمين اللي هي بتبين لنا الدايلايت اناليسيس، انه احنا بنشوف كيف الدايلايت بكل غرفه بناء على الشبابيك الموجوده كيف ممكن يدخل عندنا الضوء على الغرفه، واذا بنحتاج اضاءه اكثر بهذا المكان او بنحتاج اضاءه اقل. اذا بنحتاج اضاءه اقل بنضطر انه نقلل الارتفيشال لايتنج، فانه هيك بنوفر طاقه. إذا بنحتاج إضاءة أكثر بالأماكن اللي بنحتاج فيها إضاءة أكثر بنحط artificial lighting عشان نعمل مبنى مستدام ومبنى فعال ونقلل من استهلاك الطاقة. بالصورة الثانية اللي هي على اليسار موجود في عنا بحساب الـ ISVE حاسب لنا كيف طريقة انتقال الهواء بالمبنى، هل رح يكون عند اليوزر thermal discomfort، رح يحس بمضايقة وهو قاعد بالغرفة عشان بهاي المنطقة حر، مثل ما احنا مرات بنكون قاعدين بنحس انه هون المنطقة حر لا رح اغير مكاني رح اقعد بمكان ثاني. هذا الاشي كله احنا بنكون عارفينه من قبل وبنكون مصممين المبنى على اساسه، بنزيد تدفق الهواء بهاي المنطقة عشان نقلل من اليوزر ديسكومفورت، او بنقلل تدفق الهواء بهاي المنطقه عشان اذا المنطقه برد نخليها احمى شوي او انه تكون مناسبه اكثر لليوزر.
برامج إدارة النظم اللي هي Management Programs. هذا البرنامج اللي حطه هون اسمه Navisworks. Navisworks برنامج جدا جميل لأنه بيحسب لنا Scheduling تبع البروجرام تبع المشروع. مثل ما احنا شايفين هون كل خطوة لها زي في Time Plan، كل خطوة لها وقت معين وخطوات معينة بنبني فيها. فالوقت هذا تبع هاي الخطوة إذا زاد عن حده، إذا اكتشفنا بالموقع إنه زاد عن حده، لازم احنا نكون حاطين Risk Management Plan إنه هاي الخطوة أوكي رح تزيد عن حدها. احنا بنتوقع انه هاي الخطوه رح تزيد عن مثلا اذا احنا حاسبين لها شهر رح تصير شهرين، فاحنا لازم يكون عندنا ريسك مانجمنت بلان نعوض فيها بالخطوات التاليه عشان ما نزيد على المالك سعر او نزيد على حالنا احنا نفسنا سعر ومشاكل. برضو بنعمل كوست اناليسز وكوانتيتي سيرفيينج انه بنشوف كيف البادجت رح يكون خلال المشروع، خلال كل خطوة قديش بنحتاج بادجت، هل رح ينقص علينا هل رح يزيد علينا، كل هاي أشياء لازم نكون حاسبينها. هاي برضو examples للNavisworks. من الأشياء اللي كتير مهمة بعملها Navisworks اللي هي clash detection، وهي إشي جدا مميز بهذا البرنامج وكتير من الشركات عم بيستخدموه عشان يقللوا من المشاكل والتحديات اللي بتصير بالموقع. اكتشاف الأخطاء، البرنامج نفسه مثل ما احنا شايفين بالصورة اللي على اليسار من تحت، البرنامج نفسه بيبين لنا كل السيستمز كيف شغالة مع بعض، البايبينج الدكتينج كل هاي السيستمز كيف شغالة مع بعض، وبيشوف إذا في أشياء داخل جوا بعض بيحاول يحلها من البداية أو بيحاول ينبهنا عليها من البداية. وبرضو بعمل لنا 3D visualization of the construction process، يعني تصور افتراضي لعملية البناء. مثل ما احنا شايفين بالصورة اللي على اليمين كل المبنى كله هذا موجود على هذا البروجرام، بين لنا كيف المبنى رح ينبنى من خلال الخطوات اللي احنا حددناها للمبنى، بين لنا كيف المشروع رح ينبنى وكيف البروسس تبعته كلها رح تكون وقديش الوقت اللي رح ياخده. هلا اخر خطوه بالديزاين ريفيو اللي هي اسمها برامج المراجعه. برامج المراجعه مثل Autodesk Design Review بتساعدنا بعد ما خلصنا جميع هاي الخطوات، بعد ما انتقلنا لاخر خطوه بنروح نشوف على البرنامج شو عندنا، شو الريفيوز اللي كانت مقترحه من الانجينيرز من المهندسين، شو الريفيوز اللي كانت مقترحه، هل حليناهم كلهم، هل في شيء ما قدرنا نحله، هل في شيء رح نضطر نحله بعدين، هل في شيء رح ياثر علينا ويزيد علينا الكوست نحاول نحله من هلا، نحاول نحط كوست اكثر من هلا. فهي الأشياء كلها لازم نرجع لها بآخر مرحلة ونتأكد إنه إحنا ماشيين بالطريق الصح، هذا كله قبل ما نروح على الموقع، قبل ما نروح على البناء. في مستويات للـ BIM levels اللي هم حالياً موجودة، حالياً إحنا بمرحلة 3D design، في عنا 4D اللي هو بحسب الـ cost estimation، وفي عنا الـ 5D والـ 6D اللي برضو بعملوا في time management و operation، وآخر واحدة اللي إحنا بنحاول نوصل لها الـ 7D اللي هي يصير في عنا control وجميع هاي الأشياء المذكورة من قبل. هلا الـ BIM ليش بيساعدنا؟ مثل ما حكينا بعطينا تصور حقيقي للمبنى في جميع المراحل، وبيساعد العميل يتخيل وبيساعد المهندس يبدع ويكتشف أخطائه قبل مرحلة البناء. هالتصميم فيديو بسيط جدا بفرجيكم كيف ممكن احنا نتخيل الشغل قبل ما نروح على الموقع. شايفين يعني هذا الشيء مساعد المالك انه يشوف كيف المبنى تبعه راح يكون خلال مرحلة التصميم، كيف راح يكون خلال مرحلة بعد مرحلة التصميم او خلال مرحلة الاوبريشن، وبيشوف كيف ممكن يكون مبنى، كيف ممكن يزيد مساحات، يضبط المساحات، يصغر المساحات، يستغلها، يحط فيها الاثاث. هذا كله بيساعد المالك يتصور ويتخيل هو نفسه يبدا يفكر من خلال مرحلة التصميم كيف يأسس بيته. هذا واحد من التصاميم اللي اشتغلت عليها خلال مرحلة بناء المشروع. وشكرا للاستماع، وإذا عندكم أي سؤال تفضلوا.
يعطيكي ألف عافية مهندسة بشرى. في عنا هنا سؤال من محمد يوسف بيحكي كيفية العملية الرقابية لعمل المشروع على أكمل وجه، وهل هناك دراسة جدوى للمشروع قبل الشروع فيه؟ نعم صحيح، في دراسة جدوى للمشروع. إحنا بنقيم المشروع قبل ما نبدأ فيه، وبنحاول نتواصل مع المالك ومع الجهات المختصة قبل ما نبدأ بالمشروع، وبنتحاور معهم بنشوف كيف ممكن نطبق عملية المشروع. كل الجهات هاي لازم تكون متعاونة مع بعض عشان نقلل من الأخطاء الشائعة اللي ممكن تصير بعدين. ممكن نتعامل مع بعض، نحكي مع المهندسين المعماريين، مهندسين إنشائيين، مهندسين ميكانيك، مهندسين مدنيين، ندرس المشروع قبل ما ندخل على المشروع نفسه، قبل ما نروح على الموقع ندرس شو الأخطاء اللي ممكن تصير عنا، كيف ممكن نحلها، نحاول نلاقي حلول للمشاكل عشان نتعاون مع بعض ونقلل من المشاكل قدر الإمكان لما نروح على الموقع. ممتاز. في سؤال تاني من عبد الله بيسأل شو أفضل برنامج لإدارة المشروع من خلال إنشاء جدول زمني واتباعه؟ في عنا برنامج بنستخدمه كتير حاليا يستخدم له، اسمه بريمافيرا. انا ما اشتغلت عليه كتير، عندي فكره مبدئيه عنه، بس هو بعرف انه بيعمل كوانتيتي سيرفينج، وبيعمل برضه بروجكت مانجمنت للمشروع، بيعمل سكيدجولينج، تايم سكيدجولينج للمشروع، انه كيف المشروع من بدايته لنهايته ممكن يتحرك، وكم كل خطوه بتاخذ وقت، وقديش الوقت الزمن اللي راح ياخده كل المشروع بالاخر. وسؤال تاني من كمال بسأل Is building greening or taken into consideration of recent projects? Recent projects yes، يعني هلأ حاليا خاصة المشاريع الكبيرة بدبي وأبو ظبي، ودراستي معظمها يعني عن the green buildings أو المباني المستدامة مثل ما بنسميها. أنا ما دخلت كتير تفاصيل عنها حاليا، بس the green buildings نعم إلها standards حاليا، مثل عنا بالإمارات بيستخدموا سعافات بدبي واستدامة بأبو ظبي. بأمريكا أكتر the green building standards مستخدمة، اللي هي أكتر إشي حتى الدول بتستخدمها اسمه LEED. بريطانيا بيستخدموا بريام standards، كلها ستاندردز للجرين بيلدينجز لازم الدول تتبعها، وكل دولة لها ستاندردز معينة. ليش؟ لأنه إحنا عندنا كلايمتس مختلفة بجميع الدول، عندنا دول حارة، دول باردة، دول فيها رياح، دول ما فيها رياح، دول فيها طاقة متجددة للصن، فيها دول طاقة متجددة للويند. فكل هاي الأشياء بناخدها بعين الاعتبار عشان نصمم مبنى جرين، عشان هيك كل بلد لها جرين ستاندردز غير عن الدول الثانية لأنه الكلايمتس بتختلف. تمام. عندنا كمان سؤال من مسعود بيحكي هل يوجد شرط جزائي حال تأخر المهندس عن إتمام البناء في المدة المحددة؟ أكيد بكتير ممكن توصل لمحاكم، ممكن توصل لمشاكل، ممكن تزيد علينا تكاليف ملايين الدراهم حسب تعقيد المشروع. هاي الأشياء في لها شروط وكتير تعقيدات ومشاكل كتير بتصير قصص، وشركات بتوقع وشركات بتخسر وما بتقدر تكمل الشغل بسبب هاي القصص. عشان هيك إحنا من البداية لازم نكون عاملين، خاصة لو المشروع معقد لازم نكون حاطين ببالنا قديش ممكن يكلف المشروع، كيف ممكن نقلل من تكلفة المشروع مش نزيد من تكلفة المشروع. أكيد. وأدهم بسأل هل يوجد فترة سماح في البرنامج للصيانة والتعديلات؟ الأوبريشن والمينتنس نعم، أنت ممكن تحط ريسك من الريسك مانجمنت بلان تبعتك أو الريسك أسسمنت بلان تبعتك، ممكن تحط بالبرنامج إنه إحنا رح يكون عنا whether it's بالcost analysis أو بالtime time wise. بالcost analysis ممكن نحط إنه رح يزيد هاي الخطوة، بدنا نحط لها ريسك 2.5% زيادة، ممكن نحط لها 6 أشهر زيادة. فإحنا بالبرنامج إحنا اللي بنحدد قديش من خبرتنا ومن تعاون مع مشاريع مشابهة قديش ممكن تكون الريسك عنا، وبرضه من خلال الوقت الحالي أو الظروف اللي إحنا بنمر حالياً ممكن تزيد أو تقل هاي الريسك. ممتاز، يعطيكي ألف عافية مهندسة بشرى، بدي أشكرك كتير كتير على وقتك، وكمان بحكي لك كمان many thanks for the excellent presentation. فعلاً معلومات جميلة وشاركتينا خبرتك من ناحية نظرية وعملية، فإن شاء الله الكل يكون ضاف لحاله معلومات جديدة لخبرته ومعلوماته. وشكراً، يعطيكي ألف عافية يا رب. شكرا كثير، يعطيكم ألف عافية، وتشرفت كثير بإني أكون موجودة وأعطيكم presentation. شكرا كثير. شكرا جزيلا. تمام، هلأ خلينا ننتقل للفقرة الأخيرة اللي هي معانا مع أستاذ خالد من ليبيا، رح يحكي لنا عن موضوع جميل، عنده خبرة واسعة في البزنس وفي الآي تي، فرح نشوف هلأ مع بعض شو المعلومات اللي بده يحكي لنا عنها وشو البرنامج العملي من ناحية تطبيق عملي اللي بده يحكي لنا عنه. تفضل أستاذ خالد، المايك معك. شكرا أستاذة آية، بارك الله فيك. بسم الله، السلام عليكم جميعا، يا حياكم الله أينما كنتم. بداية نحب نشكر فريق الحناوي سوفتوير على هذه الورش اللي قدمها.
واللي بالتأكيد نتيجتها الفائدة ونشر المعرفة بالمجان. محدثكم خالد إبراهيم أبو توتة، أستاذة آية يعني بندير شير لل شير للسكرين أكيد في تحت. أيوة مظبوط. محدثكم من ليبيا خالد إبراهيم أبو توتة. نعرف بنفسي بشكل بسيط، بكالوريوس اقتصاد وتجارة، ماجستير مهني موارد بشرية، دبلوم عالي برمجة وتحليل نظم، مدرب معتمد من المعهد الكندي للاستشارات والتدريب، المدير التنفيذي لمكتب خاص مكتب النجم لتقنية المعلومات، ومسؤول الدعم الفني حاليا لمنظومات الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والجرحى. كسبا للوقت نبدأ على بركة الله. التعريف بأحد البرامج الضخمة في عرض البيانات وتحليلها هو ما يسمى الباور بي آي. الباور اللي هو القوة، والبي آي اللي هو البزنس انتليجنت اللي هو ذكاء الأعمال. فمعنى الكلمة قوة ذكاء الأعمال. قمت بتقسيم هذه الورشة إلى أربع عناوين رئيسية، نحاول من خلالها أن نعرف بهذا البرنامج الضخم، واللي حقيقة نصف ساعة لا تكفي لضخامته ولقوته. خلينا نبدأ بالنقطة الأولى، ما هو الباور بي آي؟ الباور بي آي هو أحد برامج مايكروسوفت، منتجات مايكروسوفت. هو عبارة عن مجموعة من أدوات التحليل الأحصائي، واللي يمكن من خلالها أنك تتعامل مع البيانات بشكل سهل وسلس عن طريق عرضها بطريقة تصويرية. يعني الصورة يقال أبلغ من الكلام، فتستطيع من خلال هذا البرنامج أنك أنت تعرض بياناتك عن طريق الصور أو تشارت زي ما هو موجود تحت في الشريحة. هذا البرنامج برنامج سهل جداً، له واجهة عمل سهلة، وزي ما عودتنا المايكروسوفت في واجهات برامجها سهلة أو مألوفة. يعني البرنامج تم إطلاقه في سنة 2015 شهر يونيو. هو ضمن كان البرنامج قبل إطلاقه أو قبل تثبيته بالباور بي آي، كان ضمن أدوات موجودة داخل برنامج الإكسل من النسخة 2013، واللي تتمثل في الباور بيفت وتتمثل في الباور كواري والديتا موديلينج داخل المايكروسوفت اكسل. تم دمج هذه التولز او هذه الادوات تحت ما يسمى بالباور بي اي. الباور بي اي في مكوناته عند زوز مكونات او اثنين، عند الباور بي اي ديسكتوب وهذه النسخه فري مجانيه، وعند الباور بي اي سيرفيس، وعند الباور بي اي موبايل. فيه منتجات أخرى أو ضمن الباكج اللي موجودة في الباور بي آي اللي هي الباور بي آي ريبورت بيلدر، وفي عندنا نسخة مدفوعة الباور بي آي بريميوم والباور بي آي بروفيشنال. لماذا باور بي آي؟ الباور بي آي مش هو الوحيد الموجود حاليا في السوق العالمي، كونه من ناحية أنه هو مخصص أو معنون من ضمن برامج البيزنس انتليجنت اللي هي ذكاء الأعمال. هناك برامج أخرى غير الباور بي آي، هناك التابلو، هناك كليك سينس، هناك الباور بي آي اللي هو اللي نتكلم عليه اليوم، وفيه بعض البرامج الأخرى اللي هي متخصصة في موضوع ذكاء الأعمال. لكن لماذا بالذات تحديد الباور بي آي؟ الباور بي آي حسب دراسة أحدى الشركات المعروفة في أمريكا، وهي شركة متخصصة في أبحاث واستشارات عالمية تقدم معلومات والمشورة والأدوات القادة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتمويل، صنفت الباور بي آي أنه هو أحد أفضل برامج تحليل البيانات وعرضها. بلس من خلال الباور بي آي تستطيع أنك أنت تتعامل مع أكثر من مخدم للبيانات، مخدمات البيانات اللي هي المعروفة مثل الـ SQL، مثل الـ Oracle، مثل الـ Access، حتى الـ Excel يعتبر مخزن للبيانات. فمن خلال هذا البرنامج باور بي آي تستطيع أنك أنت تتعامل مع كافة هذه البيانات أو هذه المخدمات من مخزنات البيانات. النقطة اللي بعدها، لماذا يجب عليك استخدامه؟ أول نقطة إنه هو سهل الاستخدام، it's easy to use.
سهل استخدامه، زي ما عودتنا شركة المايكروسوفت طبعا في الواجهات اللي تخص برامجها واجهات سهلة التعامل ومألوفة. النقطة الثانية اللي هو انك انت it's easy to share، تستطيع انك انت تقوم بمشاركة ما تقوم به داخل Power BI مع زملائك في المؤسسة أو حتى خارج المؤسسة. It's easy to understand، أكيد بما أنه هو سهل فأكيد أنه هو حيكون سهل الفهم أيضا يعني. There's a reason it's called Power BI. Power BI من خلال التسمية متاعها هو قوي بحيث يجعل منك موظف قوي. كيف؟ Power BI لو تكلمنا على مدخلي الإكسل أو مدخل بيانات داخل الإكسل، لو 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 أنت بتحاول أنك أنت تقوم بإنشاء لوحة معلومات زي اللي في الشريحة هذه وأنت مدخل بيانات في الإكسل، فأنت محتاج أنك أنت تكون على الأقل professional user، على الأقل لم يكن expert. Power BI يستطيع نقلك من مدخل بيانات إلى شخص في المؤسسة، خلينا نقول انك انت مشارك في اتخاذ القرار، انك انت حتنشئ تقارير جميلة وملفتة للنظر تساعد مسؤوليك او المدراء القائمين على المؤسسة ان هم يوصلوا لقرار صائب وصحيح، فانت حيكون ليك دور كبير في هذا الموضوع. النقطة اللي بعدها It's easy to connect your data together، يعني من السهل جدا انك انت تجمع كل الداتا الموجوده في المؤسسه، سواء كانت اكسل، سواء كانت اكسس، سواء كانت اس كيو ال، سواء كانت حتى سوفت وير او برنامج يشتغل في 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 المؤسسه اللي عندك، بامكانك انك انت تجمع كل الداتابيس هذه الموجوده وتضعها او تعملها امبورت داخل الباور بي اي وتتعامل معها بشكل سلس حتى من ناحية إنشاء العلاقات فيما بينها. It has custom open source visuals، يعني الديفولت داخل الديفولت الشارت ديفولت اللي هو داخل الباور بي آي الشارتات الموجودة تقريبا 27 شارت، بإمكانك أنك أنت تدخل على متجر إلكتروني الموصل فري 80% منه فري، يعني يعطى بالمجان. ميزة أخرى داخل الباور بي آي اللي هي Q and A اللي هي اختصار لكلمة question and answer، يعني بإمكانك أنك أنت تسأل الداتا، يعني الداتا اللي تتعامل معها داخل Power BI بإمكانك أنك أنت تسألها والداتا نفسها والبرنامج نفسه يقدم لك الإجابة. النقطة الأخيرة قبل البدء في تعلم برنامج Power BI، برنامج الباور بي اي اول ما تقوم بالدخول على هذا البرنامج او انك انت تتعلم البرنامج هذا، لابد تكون عندك درايه كيف تستورد بياناتك او قواعد بياناتك وكيف ترسم مخططاتك داخل البرنامج. هذه اول نقطه. استيراد البيانات في الباور بي اي نتكلم عليه عشرات ان لم اقل المئات من خوادم البيانات تستطيع انك انت تتعامل معها في داخل باور بي اي. استيرادها لازم تتعلم انك انت كيف تستورد او طريقة استيرادها داخل هذا البرنامج بداية، ثم تتعلم رسم المخططات داخل هذا البرنامج. النقطة الثانية تعلم كيف تعالج البيانات باستخدام محرر كويري. محرر كويري هذا موجود بالذات لو مستخدمي الإكسل يعرفوه، معروف جدا يعني. كيف تعالج بياناتك، كيف تنظفها، كيف تعدلها، كيف تلغي الأخطاء اللي موجودة داخلها بحيث حتى لما ترسم مخططاتك وتقوم بتحليلها تقلل من الأخطاء داخل هذه التقارير. الرقم الثالث أو النقطة الثالثة التعامل مع الملفات المتعددة ودمجها وربطها مع بعضها البعض. يعني نقوله مثلا عندي ثلاثة أنواع من قواعد البيانات، عندي أكسس، عندي SQL، عندي إكسل، عندي أوريكل. لو أردنا دمج هذه القواعد البيانات داخل الباور بي آي فالمفروض أن أقل شيء نعرف كيف ننشئ علاقات بين هذه القواعد بيانات أو بين هذه الجداول. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والأخيرة، برنامج الباور بي آي مضمن داخله من ضمن يعني أو اللغة المستخدمة داخله تسمى بلغة الداكس اللي هي Data Analyzed Expression. اللغة هذه قوية جدا، حتى تتعلم وتتقن الباور بي آي يجب عليك إتقانها. اللغة هذه شبيهة بلغة الام داخل الإكسل، يعني داخل الإكسل نقوله مثلا دالة صم
وتفتح قوس وتكمل الدالة متاعك هي نفسها بالضبط، لكن فيها بعض الاختلاف البسيط، دالة لغة قوية جدا تتعامل مع البيانات، تحلل البيانات، يجب أن الواحد يتعلمها قبل أن يدخل إلى هذا البرنامج. أخيرا أشكر السيد حاتم وفريق الحناوي سوفتوير على إتاحة هذه الفرصة، وأتمنى أن يكون وصلت الفكرة، وتمنياتي لكل الحضور بالتوفيق جميعا إن شاء الله، ولو في أي سؤال أنا موجود. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا أستاذ خالد، يعطيك العافية يا رب. شكرا شكرا على المعلومات الجميلة عن الباور بي آي. في حد عنده أي استفسارات أو أسئلة قبل ما ننهي الورشة تبعت اليوم وأبعث لكم الرابط علشان الشهادات؟ إذا في حد عنده أي استفسارات أو أسئلة بتقدروا تكتبوها على الشات، وأستاذ خالد إن شاء الله رح يجاوبكم عليها. شكرا يا أستاذ خالد، الله يعطيكم العافية، وشكرا للدكتور كمان، وشكرا لبشرى ما تسرتوا جميعا، وإن شاء الله كمان الحضور يعني يكون استمتع بالتنوع. اليوم عملنا تنوع. تفضل إذا في أي أسئلة أهلا وسهلا بكم. تمام، أنا رح أحط الرابط هون، رابط الشهادات. طبعاً إحنا عنا موضوع الشهادات جداً سريع بشكل تلقائي، مجرد ما تحطوا إيميلكم واسمكم بهذا الرابط اللي أنا هلأ هون بعته على الشات، رح يكون في زي كبسة صغيرة عليها سيرتيفيكت، بتضغطوا عليها وبتنزلوا الشهادة as PDF بنفس اللحظة، وكمان بتوصلكم كوبي منها على الإيميل. بس تأكدوا أنكم تأخذوا هذا الرابط تنسخوه بمكان تاني أو تعبوه أو تنتهوا يعني من الأسئلة قبل ما نسكر الورشة، لأنه مجرد ما أغلق الزوم ما رح يبين الرابط، رح يختفي. فضروري أنه تأخذوا هذا كوبي. نعم أعطيهم دقيقتين بالزيادة أكيد، أو ثلاث دقائق مشان بعد ما نخلص من 11 أول ما شفت ما اشتري كذا أكيد أكيد صحيح. أنا ما رح أسكر على طول الزوم هلأ، رح أتركه هيك دقيقتين ثلاثة مفتوح لحتى كل حدا ياخد اللينك، وإن شاء الله تكون هاي الورشة عجبتكم وضفتوا معلومات جديدة لكم. إن شاء الله منشوفكم بالورشات القادمة كل سبت. شكرا استمديكم جميعا وننتظر.